طب المدن الذكية تلك هي اختراع إنساني طبعا. يعني في النهاية حنصل إلى عقل الإنسان. أي تطور بيحصل هو نتاج بشر إنسان. الحدوتة بتدور حوالين بني آدم يا هانم. بني آدم هو اللي بيطور التقنية، هو اللي بيستخدمها، هو اللي بيستفيد منها. ففي القلب من أي شيء هو الكائن البشري الإنسان. يعني ارتباطا بهذا أيضا هكلم حضرتك أو عايز أسأل عن إلى أين سيصل بنا التطور فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي؟ طيب هو إيه الذكاء الاصطناعي؟ السؤال لحضرتك. يعني زي ما قلنا إن أول نظام ذكي هو البني آدم. فالتطور التقني اللي خد في اعتباره إنه يقلد الكائن ده اللي ربنا خلقه بشوية قدرات وإمكانيات فحاول يحاكيه. بس مع التطور التقني المحاكاة هنا بتدخل في حتت أكتر شوية. كان زمان الأجهزة والكمبيوترز والبرامج بتحلل بيانات، بتعالج صورة، بتبص على صورة أشعة، لكن القدرة إنها تتعلم من خبرات سابقة، القدرة إنها تولد شيء جديد، القدرة أن تحاكي بعض الإمكانات البشرية. عشان كده هو ذكاء اصطناعي. بيحاكي الذكاء البشري لكن بإمكانات تقنية عالية. وهذا المصطلح الذكاء الاصطناعي هو جديد قديم، ما هوش جديد على مطلقه. يعني احنا ابتدينا نسمع عنه أكتر في السنتين ونص الأخرانيين. أيوه. من بعد ما طلع ما يسمى الشات جي بي تي وأشباهه وإخوانه، لكن هو المفهوم قديم من الستينات. من الستينات فكرة الذكاء الاصطناعي اللي هو محاكاة الذكاء البشري بالنظم الحديثة من الستينات. وما كانش متاح التقنيات اللي تحقق هذا الهدف، هذا الحلم. وبعدين فخبى شوية الاهتمام بيه. في الثمانينات ابتدى يبقى فيه هايب، حالة اهتمام أكثر بالذكاء الاصطناعي وما يسمى النظم الخبيرة. أيوه. إنها تقدر تاخد قرار، مش بس تحلل حاجة، لا تقدر تاخد قرار، تقدر تتعلم من حاجات سابقة عدت عليها، فتقدر تنمي مداركها. أيوه. وإمكاناتها. الهايب ده برضو لم يحقق ما كان مستهدف منه. يعني أنا أتذكر أنا رحت أمريكا سنة 80 عشان أحضر الدكتوراه، أنا راجل بتاع نظم اتصالات، كانت من أول الحاجات اللي ابتدينا نتعلمها نظم برمجة للذكاء الاصطناعي، تعلم الكوجنيتيف اناليسيس والكوجنيت الفهم البشري والانساني، لانه كانت في موضه او هوجه الذكاء الاصطناعي في الثمانينات دي، كانت خدت لها من 80 ل 85 كده، وكانت اليابان متقدمه في هذه الفتره اكثر من امريكا، وامريكا كانت بتحاول اللحاق بالرجل، فكان في اهتمام دولي بالذكاء الاصطناعي. لكن الامكانات المتاحه تقنيا وفنيا ما كانتش قادره انها تحقق المطلوب في تلك السنوات. في تلك السنوات وبرضو خبى شوية الاهتمام بالذكاء الاصطناعي. في الألفينات بدأت العودة، لأنه التطور التقني بقى سواء في المعالجات، في إمكانات الذاكرة، في تطوير البرمجيات، في ما يسمى بالماشين ليرنينج تعلم الآلة أو الديب ليرنينج التعلم العميق، وتحليل البيانات الكبيرة اللي هو الديتا بيج ديتا والديتا أناليتكس أصبحت متاحة بكثرة. تاني الانتشار الأجهزة وانتشار الموبايل وانتشار المستشعرات، فبالتالي بقى كم البيانات المتاح كبير ممكن منه. يعني أنا وحضرتك مداركنا بتوسع بإيه؟ بتجارب عدنا بيها. أيوه. بمعلومات استقيناها سابق في مراحل سابقة، وقدرنا منها بالتحليل البشري إن احنا نطلع بحاجات جديدة. ابتدت المكنة تقدر تعمل ده. بس لازم تغذيه صح، ولازم تخليه هو عنده الأدوات اللي يقدر يعمل بيها ده. ده أصبح متاح، فبالتالي أصبح فكرة الذكاء الاصطناعي قابلة للتنفيذ. وتطور معها كمان مع مفهوم الذكاء الاصطناعي ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وده اللي طلع لنا اللي هو الجنريتيف اي اي، الذكاء الاصطناعي التوليدي. لأن كنا بنقول إنه الذكاء الاصطناعي بيعمل شوية حاجات، لكن في جانب آخر هو بتاع الإنسان بس، القدرة على الإبداع، القدرة على كتابة قصيدة، القدرة على رسم لوحة فنية، الجوانب الإنسانية
العاطفيه البحتة يعني. النهارده بقت المكنه تعرف تعمل ده، الجهاز يقدر يعمل ده، والتشات جي بي تي بتنوعاته يعني بقى قادر انك تطلبي منه يكتب لك قصيده عن موضوع يكتبها سواء باللغه العربيه او بالانجليزي، وكاتبها لانه اتغذى ب 100,000 مليون قصيده سابقه وبقواعد عمل القصايد والوزن والقوافي وخلافه مع ما يسمى باللارج لانجويج موديل، النماذج اللغويه الكبيره اللي اتاحت ان ده يقدر يتحقق. وده كان في تواصل مع البني ادم مباشر. اغلب استخدامات الذكاء الاصطناعي ما كانتش واصله للمواطن العادي، لانها بتستخدم ايه؟ في الصحه، دي اكبر القطاعات المستخدمه للذكاء الاصطناعي والمستفيده منه، في الصناعه، تاني في اداره نظم النقل الذكيه، في الموارد المائيه، في التسليح والحروب. لكن الوصول للمواطن العادي، الانسان الطبيعي، انه يقدر يتخاطب مع برنامج والبرنامج ده يعمل له حاجات هو طالبها، دي كانت جديده، ودي اللي خلت الذكاء الاصطناعي التوليدي ده مؤثر في كل الناس. ايوه. فدي كانت نقله نوعيه خلت الاهتمام بالذكاء الاصطناعي اكثر فاكثر في السنتين ونص اللي فاتت.